السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا بخير. فهاد الحياه اللي عايشين فيها كاين بزاف ديال القوانين، وهاد القوانين هادو هما اللي كيديروا الفرق ما بين الناس. يعني كلما زاد الفهم ديالك لهاد القوانين هادو، كلما زادت الفرص ديالك في النجاح، سواء ماديا ولا روحانيا ولا اجتماعيا. سو بغيتك تكونسونطرا معايا مزيان في هاد لا فيديو هادي، حيت غادي نبارطاجي معاك معلومات اللي هي مهمه. غادي نبارطاجي معاك خمسه ديال القوانين، من اهم القوانين اللي غيخليوك انك تنمو وتنجح بواحد الطريقه اللي هي سريعه. الفرق ما بينك وبين الناس اللي كتشوف في السوشيال ميديا ولا الناس اللي كتشوفهم ناجحين ولكن في واحد المستوى اللي انت باغي توصل ليه، هو الفهم ديالهم والتطبيق ديالهم لهاد القوانين هادو اللي غادي نبارطاجي معاك. سو كيف ما قلت لك، تكونسونطرا معايا مزيان ورد البال وسجل هاد لي نوت هادو اللي غادي نبارطاجي معاك، وخلينا نبداو. القانون الاول وهو سبيك ليس، ولا هضر اقل. خلي النتائج جيك هي اللي تدوي بلاصتك، ما محتاج انك بدا تعاود على لي بلون ديالك وعلى كاع الحوايج اللي باغي توصل ليهم لاي واحد تلاقيتي معاه، من غير الناس اللي انت عارفهم بلي غادي يعاونوك باش تحقق هاد الحوايج هادو. سو خلي النتائج ديالك هي اللي تدوي بلاصتك، حيت الناس غادي تحترمك على النتائج ديالك ماشي على الهضره ديالك ولا داكشي اللي كتقول. الاغلبيه ديال الناس اللي قدروا يحققوا واحد النجاحات الكبيره في الحياه ديالهم كيهضروا اقل وكيخدموا اكثر باش يخليو النتائج ديالهم هي اللي تدوي بلاصتهم. وكاع تلاقينا مع هذا النوع الاخر اللي كيهضر بزاف والنتائج ديالو شبه منعدمه. وهذا النوع هذا كما كنشوفوا في الاغلبيه ديال الاوقات دغيا كيفقد ديك القيمه ديالو وداك الاحترام ديال الناس الاخرين، حيت هو الهضره ديالو شي حاجه والافعال ديالو والنتائج ديالو شي حاجه اخرى. سو هذا هو القانون الاول، دوي اقل ودير اكثر. القانون الثاني هو listen more، ولا اسمع اكثر. الله سبحانه وتعالى خلقنا وهاد جوج ديال القوانين باينين في الملامح ديالنا، عندنا جوج ديال الودنين وعندنا فم واحد، يعني خصنا نسمعوا اكثر ما كندويو، حيت الا ما كنتيش كتسمع ما عمرك ما غادي تتعلم. وكيف ما قلت لكم في الفيديو الاخرى، seek first to understand then to be understood، حاول انك تفهم الناس قبل ما انهم يفهموا. ما عمرك ما غادي تكبر ولا تطور في الحياه ديالك الا ما كنتيش كتعلم، وما عمرك غادي تتعلم الا ما كنتيش كتصنت للناس الاخرين، حيت اي واحد كتصادف معاه يقدر انك تعلم منه شي حاجه. سو الا كنتي باغي تحقق شي حاجه في الحياه ديالك، خصك تعلم انك تكون تلميذ ديال الحياه. اي حاجه كتوقع لك سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه كتعلم منها شي حاجه، واي حاجه كتوقع للناس اللي دايرين بك ولا الناس اللي كتصادف معاهم، سواء كانت الانجازات ديالهم ولا الاخطاء ديالهم، حتى هما كتعلم منهم. سو pay attention listen more to be more، رد البال اسمع اكثر باش تكون اكثر. القانون الثالث هو react less، ولا دير واحد الردود ديال الفعل اللي هي اقل. ماشي اي حاجه كتوقع لينا في الحياه ديالنا راه كتستحق اننا نديروا عليها واحد الرده ديال الفعل، وما نخليوش الاحاسيس ديالنا هي اللي تحكم فينا. ماشي اي واحد سباك ولا ما تعاملش معاك مزيان صافي راه خصك تطلع معاه، خصنا نتحكموا في المشاعر ديالنا وفي الردود ديال الفعل ديالنا مع اي شخص وفي اي ظرف من الظروف ديال الحياه. كاين واحد الكوت ولا واحد المقوله انجليزيه اللي كتعجبني اللي كتقول one of the best lessons you can learn in life is to master how to remain calm، واحد من احسن الدروس اللي تقدر انك تعلم في الحياه هو انك تبقى تحكم في راسك وتبقى مكالمي. ثم مهما كانت الظروف ديالك، اذا كانت الظروف ديالك صعيبه حاول انك تبقى كالم، هكذا تقدر انك تلقى واحد الحلول اللي هي مزيانه. واذا كانت الحياه ديالك زوينه كلشي وهذاك، ما ديرش دوك الاوفر رياكتين، بقى كالم، تمرن على هذا القانون هذا في اي موقف تحطي فيه في الحياه ديالك، وحاول انك تبقى كالم، هكذا تقدر دير واحد الردود ديال الفعل اللي هي فعاله اللي هي افكتيف. learn to discipline your emotions because if you don't your enemies will use them against you، تعلم انك تحكم في المشاعر ديالك، حيت الا ما تعلمتيش انك تحكم فيهم الاعداء ديالك غادي يتحكموا فيهم ضدك. القانون الرابع هو observe more، يعني لاحظ وحلل اكثر. كلما تعلمتي انك تلاحظ وتحلل مزيان المواقف اللي تيوقعوا لك في الحياه ديالك، كلما فهمتي اكثر، وكلما فهمتي اكثر كلما كانوا القرارات ديالك احسن. سو رد البال مزيان مع الناس اللي انت معجب بهم ولا الناس اللي كاين في واحد البوزيسيون اللي انت باغي توصل ليها، وشوف مزيان السلوكات ديالهم والتصرفات ديالهم والمهارات اللي عندهم والحوايج اللي انت خصك تعلمهم وخصك تزيدهم لراسك باش انك توصل لذاك النيفو، وكذلك الحوايج اللي ما تيخليوكش انك توصل لذاك النيفو. ريح مع راسك، تعرف على راسك، حلل السلوكات ديالك والحوايج اللي ما تيخليوكش انك تكمل مزيان. هكا تكون درتي واحد التحليل لراسك وتعرفتي على راسك مزيان وحددتي النقاط ديال القوه ديالك من النقاط ديال الضعف ديالك، وعرفتي كيفاش دير الصحه النفسيه. سو ديما اوبسيرفي، لاحظ مزيان وحلل اي حاجه، اي حدث تيوقع في الوسط ديالك وكيفاش الحوايج اللي كيوقعوا حتى مع راسك، هكذا تقدر تكون واحد الانسان اللي هو ناجح. القانون الخامس والاخير واللي هو اهم قانون في هاد القوانين هادو كاملهم واللي بلا بيه كاملهم ما كيسوى والو، هو تيك اكشن، يعني دير واحد الفعل وتحرك باش انك توصل للهدف ديالك.
كيف ما قال بروسلي knowing is not enough we must apply المعرفة بوحدها راه ما كافيش خصك تطبقها ضروري الا بغيتي توصل لشي حاجة وباغي تحقق شي حاجة في الحياة ديالك خصك تحرك عندها ما تستناش هي تجي عندك وكاملين عندنا افكار وكاملين نقدروا اننا نسدو عينينا ونتخيلوا ديك الحياة اللي بغيناها ونتخيلوا لي بروجي اللي بغينا نديرو وداك الحياة اللي باغيين نعيشوها كاملين عندنا هاد الافكار هادو ولكن راه قليل بزاف الناس اللي كيقدروا انهم يحولوا هاد الافكار هادو للواقع ديالهم يعني انهم يبداو في التطبيق ديال هاد الافكار اللي كيجيوك في الدماغ ديالك حيت اي حاجة راه كتبدا بفكرة والف خطوة راه كتبدا بخطوة واحدة وديما ديك الخطوة الاولى هي اللي كتكون صعيبة من بعد ما كتجاوزها كلشي كيكون سهل بدا دابا في البلاصه اللي انت فيها وفي الظروف اللي انت عايش فيها ما تعلقش انك تبدا بواحد الجو ولا يكون عندك بزاف ديال الفلوس ولا بشي حاجه بدا دابا بداكشي اللي عندك حيت الحياه راه كتعطي للناس اللي كيبحثوا وكيتقاتلوا باش انهم يوصلوا ماشي الناس اللي كيدبيو وكيف ما قلت لكم الناس غادي تقيمك وغادي تقدرك على النتائج ديالك وعلى الافعال ديالك ماشي غير على الهضره ديالك واهم حاجه في تيكين اكشن هي الكونسيستنت ولا الاستمراريه ماشي اليوم خدمتي مزيان على الاهداف ديالك وعلى راسك وحسيتي براسك مصادي صافي الغد ليه وبعد الغد ليه والسيمانه كامله ما غادي دير والو ضروري خص يكون واحد الاستمراريه في العمل ديالك واخا تخدم غير نص ساعه في النهار مثلا على الاهداف ديالك مثلا انت باغي تبدا واحد البروجي في الاي كوميرس في التجاره الالكترونيه ولا باغي تبدا واحد البروجي ديالك في الواقع راه نص ساعه في النهار انك تقرا مثلا ولا تبحث على كيفاش دير الماركتينغ ولا كيفاش انك تطلع لي برودوي ولا بزاف ديال الحوايج على حسب المجال ديالك انك تخصص غير نص ساعه في النهار راه من بعد واحد المدة كيكون عندك واحد المومنتوم ولا واحد القوة ديال الدفع كيكون داكشي كامل كيتجمع وكيعطيك واحد النتيجة كبيرة مثلا كتبني واحد السور وكل نهار كدير بريكة ولا جوج ديال البريكات راه غادي دوز واحد الشهر غتلقاك بنيتي واحد السور ولا بنيتي واحد الشومبر من بعد واحد المدة غتلقاك بنيتي واحد الدار كذلك الأهداف ديالك كل نهار حاول أنك دير بريكة ولا جوج ديال البريكات وبحال كتبني واحد المبنى اللي هو الأهداف ديالك سهنا غادي نكون ساليت هاد الفيديو هادي اللي بارطاجيت معكم فيها معلومات اللي مهمة بزاف خمسة ديال القوانين من اهم القوانين اللي غادي يخليوك انك تنمو وتنجح بواحد الطريقه اللي سريعه وان شاء الله غادي ننجحوا كاملين وغادي نحققوا الاهداف ديالنا هاد القوانين هادو اللي هما speak less هضر اقل listen more اسمع اكثر react less دير واحد الردود ديال الفعل اللي هي اقل observe more لاحظ وحلل اكثر والاخر اللي هو take action واللي هو اهم واحد دير وطبق وان شاء الله نتمنى انكم وصلوكم هاد المعلومات هادو وغادي تبداو تطبقوا وعندي لكم واحد السؤال اشنو هو الفعل ولا شنو هي حاجه اللي غادي تبدا تطبق من اليوم ان شاء الله وغادي انك تبقى تدخلها في البروغرام ديالك خليها ليا في كومونتير سو غادي نخلي لكم هذا البونيس هذا ان شاء الله تستافدوا منه وهذا ما كان بيس اوت بقراءه كتاب واجتياز الامتحان لا يتوقف التعليم الحياه كلها منذ لحظه ميلادك حتى مماتك هي مسيره تعليم جيدو كريشنامورتي اليوم قادرين نتعلم شيء جديد بعشرين ساعة بس لغة آلة موسيقية تصوير مونتاج رسم أي حرفة إذا أعطيت عشرين ساعة تركيز لشيء معين وكنت مشدود لإله أنت قادر تتعلمه بعشرين ساعة يعني 45 دقيقة باليوم وتجنب انك تفكر تصير خبير او محترف للي بدك تختاره هلأ بالعكس المحترف ممكن يشعر بالتهديد منك ومن التجارب الجديدة والفريش اللي ممكن تتفوق فيها على خبرته المعتمدة بس على تكرار عمل الشيء نفسه كل يوم انت اللي عندك الافكار الجديدة على الشيء اللي قررت تتعلمه اليوم ولكن هناك طريقة لازم انك تطبقها طريقة للتمرين بشكل ذكي وفعال واحد انك تفكك اللي بدك تتعلمه وتجزئه لقطع صغيرة وتبدأ تتمرن على قطعة قطعة منها واللي بترتاح فيها بتبدأ فيها اتنين اتعلم ما يكفي فقط لتقدر تصحح نفسك وانت بتتمرن ولما تقدر انك تميز اخطائك هون بتكون فعلا بلشت تتعلم ثالثا انك تبعد الحواجز اللي بتعيقك عن التركيز زي الانترنت او التلفزيون او الموسيقى او اي شيء ممكن يلهيك الرابعة هي انك تلزم بالتمرين على الاقل 20 ساعة احنا عنا خيال ومواهب وذكاء عجيب ولكن هم اللي دربونا كيف ما نستخدمهم بس الوقت مش متأخر اتعلم شيء جديد وكل شيء من جديد وكون جاهز لمقابلتك الاولى ولمشروعك الاول او موهبتك الجديدة واستعد لعرضك الاول ما تستنى حدا يكون معك بالعرض كون انت العرض ومكان العرض ووقت العرض والمسرح كله خليك The Soloist في عرضك الأول اعرض كل اهتماماتك وهمومك كل حماسك ومخاوفك كن كل حروبك السابقة وانتصاراتك وهزائمك كن كل خصومك وأعصابك وانفعالاتك
كل لغاتك وأحكامك العقلية الرافضة لإلك والمتوافقة معك، وكون منافس وغائر على نفسك. في العرض الأول إنك تعيش كل وجودك وذاتك داخل وجودك وذاتك، ولوحدك بتقدر، لأنه بانتظار الآخرين أنت بتكون عم تخلق أكبر عدو لأفكارك.